أفادت مصادر ميدانية مقتل 4 متظاهرين على يد القوات الأمنية، وذلك في مدينة المحمرة في إقليم الأحواز. وكانت المظاهرات قد انطلقت في المدينة احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي ورفضا لسياسة النظام الإيراني الهدامة وانتهاكاته المستمرة ضد الشعب. ونشر نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر هجوم الشرطة وإطلاق النار على المحتجين، ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين. ويتهم عرب الأحواز حكومة طهران بتنفيذ سياسات تمييزية ممنهجة كتصحير الأراضي وتغيير التركيبة الديموغرافية.